رجعنا مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. بنوصل معاكم دلوقتي لجولتنا في السوشيال ميديا. هنبتديها مع محمد الجرحي عضو مجلس إدارة نادي الأهلي، واللي نشر صورة على حسابه على الفيسبوك النهاردة من القمة العربية الأوروبية واللي بتستضيفها مدينة شرم الشيخ، وكتب صورة تدعو للفخر: مصر بعد أن استعادت تأثيرها تستعيد ريادتها. نشر كمان محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي صورة على تويتر من احتفال كابتن محمود الخطيب بفريق الناشئين مواليد 2006 اللي فاز بكاس الفضية في بطولة دبي الدولية. كتب: الأهلي تاريخ، حاضر ومستقبل، الأهلي غير. كمان نشر وائل جمعة مدافع الأهلي السابق صور على تويتر من مباراة الأهلي مع الجونة، وكتب: كريم نادفيد محمد هاني الثنائي الأبرز في النادي الأهلي في المباريات الأخيرة، قدم مستويات رائعة وأصبح في فترة وجيزة من الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها النادي، كل التوفيق لهم ولجميع اللاعبين في المباريات القادمة. رد بقى محمد هاني لاعب النادي الأهلي على تغريدة وائل جمعة وكتب: شهادة أعتز بها يا كابتن وائل، والله وحشتنا جدا. كمان نشر وليد سليمان صورة على الانستغرام من مع مشجعين من نادي الأهلي من ذوي القدرات الفائقة، وكتب: من أجلكم سنفعل ما يقولون عنه المستحيل. كمان مؤمن زكريا نشر على الانستغرام صورة لي وكتب: الحمد لله تم التراضي بيني وبين نادي أحد على خير، وأتمنى التوفيق لنادي أحد والبقاء في الدوري. تعليقا على فسخ مؤمن زكريا لعقده مع أحد السعودي ورجوعه للنادي الأهلي، كتب شريف عبد الفضيل نجم النادي الأهلي السابق على تويتر: مؤمن زكريا من اللعيبة الكبار، بداية جديدة قوية مع أكبر فريق في القارة، بيتك النادي الأهلي. عالميا كمان نشر احمد حسن كوكا صور على انستغرام بعد ما تالق امبارح مع فريق اولمبياكوس اليوناني واحرز هاتريك في مباراه اميلوس واللي انتهت بفوزه 5-1، وكتب: سعيد جدا بالهاتريك. كمان احتفل الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد الانجليزي على تويتر بعيد ميلاد المدير الفني للفريق اولاي سولسكاير، ونشر صوره ليه وعلق: عيد ميلاد سعيد اولاي، نتمنى لك يوم رائع. كمان احتفل حساب بقى تشوف فوتبول على تويتر بعيد ميلاد سولسكاير وكتب: عيد ميلاد سعيد المدير الفني الوحيد في الدوري الانجليزي الممتاز الذي حصل على 26 نقطة من أول 10 مباريات لي. كمان احتفل الحساب الرسمي نادي برشلونة على تويتر بعيد ميلاد لاعب الفريق مالكم وكتب: عيد ميلاد سعيد مالكم. كمان النجم الكبير مايكل أوين احتفل بعيد ميلاد بنته جاسيكا التاسع ونشر صورة ليها على تويتر، كتب: عيد ميلاد سعيد ماي فرانسيس. كمان احتفل بوعتينج لاعب بايرن ميونخ بعيد ميلاد أخته ونشر صورة ليهم مع بعض وهم صغيرين على انستغرام وكتب: عيد ميلاد سعيد، سأظل ممتنا للأبد لكونك أختي الصغيرة وعمة لملائكتي. كمان فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ الالماني نشر صوره على انستغرام وعلق: عندما تكون جاهز للخروج ولكن عليك الانتظار حتى تستعد زوجتك. اخيرا نشر النجم الكبير ديفيد بوكهام صوره ليه على انستغرام مع اسرته ده اثناء قضائهم لاجازه، كتب: اوقات ممتعه مع العائله وذكريات عظيمه.